بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. سؤال اليوم 14 من شهر رمضان المبارك. الكثير من المؤمنين في نهار شهر رمضان يقضون النهار بتمامه نائمين، يقول أنا راح أنام النهار كليته، يصير هذا لو ما يصير؟ بلي ماكو أي مشكلة، ماكو أي مشكلة، ولكن خلي النية موجودة بداخله، خلي يقول أنا بداخلي نويت أن أصوم هذا اليوم، أو يكون قد نوى صيام شهر رمضان كله بنية واحدة من البداية، يقول أنا راح أصوم هذا الشهر. فإذا يجوز أن يكون الإنسان طيلة نهار شهر رمضان، طيلة نهار يوم الصيام صائما، ولا يؤثر ذلك، ولا يؤثر ذلك. ولكن سؤالنا لهذا اليوم، في بعض الأحيان إذا كان الصائم نائم وقد أجنب في نهار شهر رمضان، صار مجنبا، أجنب يعني احتلم وأجنب وهو نائم، استيقظ شاهد نفسه مجنب، ماذا يفعل في نهار شهر رمضان؟ هل يؤثر ذلك على الصيام إذا أجنب أو احتلم النائم في نهار شهر رمضان؟ أبدا لا يؤثر على الصيام، صومه صحيح وصومه مقبول عند الله سبحانه وتعالى. كل ما بالأمر يجب عليه أن يغتسل للصلاة، لا حتى يصح منه الصوم، لا، بل يجب عليه أن يغتسل لأجل الصلاة ويكون صومه صحيح إن شاء الله تعالى. إذن الاحتلام في نهار شهر رمضان لا يؤثر على نية الصيام بتاتا، فصومه صحيح، كل ما بالأمر يجب عليه أن يغتسل متى ما أراد أن يصلي. اللهم تقبل منا ومنكم ببركة محمد وآل محمد.